أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ألا
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا
عن سبيلي قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم لَيْلًا وَنَهَارًا
وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور ربنا عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات
يشكرون ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم
صدق الله العظيم.